مع نهاية الرياح الموسمية كان جرح القائد كيرمادي قد التأم. كان ذلك مصدر سعادة لي ولبوما. لكن شهر سبتمبر شهر مهم بالنسبة إلى كلاب الدول أيضا، وهذا يسبب مشاكل جديدة لكيرمادي. تعتبر هذه فترة فوضى بالنسبة إلى كلاب الدول لأنها بداية موسم التزاوج. تبين أننا لسنا الوحيدين اللذين يلحقان بالقطيع. غريبتان، اثنتان من الإناث البالغات دخلن منطقة كيرمادي. تتبع كلاب الدول نمطا غريبا في التزاوج، القائد والقائدة يمنعان البالغين الأصغر سنا منهما من التزاوج لضمان تكريس اهتمامهما لرعاية جراء الزوجين القائدين. لذا فقد انفصلت هاتان الأنثيان عن قطيعهما لتأسيس قطيعهما الخاص، لكنهما بحاجة إلى ذكور، وقد التقطتا رائحة قطيع كيرمادي. كيرمادي لا تقبل بذلك. الذكور المؤهلون في قطيعها هم أكفأ الصيادين أيضا، وبوجود 6 جراء يحتاجون إلى الطعام. لا تستطيع كيرمادي تحمل خسارة معيلي القطيع. الأنثيان مصرتان، وعرفتا أن هناك ذكرين مؤهلين في قطيع كيرمادي، النائب الأول وعم الجراء. وقد اقتربتا كثيرا من القطيع اليوم. حبست أنفاسي حين اقتربت منهما كيرمادي. بدت حازمة. أصواتها غريبة جدا، ولم أسمع مثلها قط. أتساءل ما الذي حدث للأنثيين. يبدو أن كيرمادي نجحت في إبعادهما. يبدو القطيع متحمسا. لكن إحدى الأنثيين ترفض الاستسلام. لقد عادت. على الأرجح أنها تريد الحرص على وصول الرسالة بوضوح إلى العازبين. لم يسجل هذا السلوك المعقد من قبل. أشعر بأنني محظوظ لكني قلق. هاتان المغويتان قد تفرقان قطيع كيرمادي. في 26 من سبتمبر بلغت الجراء مرحلة المراهقة. وصلت كيرمادي مرحلة الإثارة الجنسية. وبعد أن أبعدت الأنثيين غازلت النائب الأول. إنه سلوك معتاد للقائدة ويسمى التزاوج الزائف، حيث لا تسمح كيرمادي بإتمام التزاوج، لكنها قد تستطيع ثني الذكور البالغين عن ترك قطيعها، كما أن عليها إرضاء القائد. تتزاوج كيرمادي مع القائد أيضا، يجتمعان عدة مرات في الأسبوع حتى تحمل. فترة الحمل تمتد حوالي 60 يوما. النائب الأول والعم يجلسان متفرجين، لا يمكنهما سوى تمضية وقتهما. رغم أننا استطعنا الاقتراب من الكلاب أكثر مما تمنيت، إلا أن العامل الرئيسي من الموضوع ما زال مفقودا، عملية الصيد. كان ذلك مخيبا للآمال ولم أجد حلا له. وفي إحدى الأمسيات حظينا بفرصة أخرى. كنا في طريق العودة للمنزل بعد أن انقطعنا عن رؤية الكلاب لليوم الثاني على التوالي. سمعنا أصوات تحذير من الشرق فاتجهنا إليها. ليست لدينا فرصة للحاق بها على الأقدام، لكن من حسن حظنا
أن هذه الأحداث تجري على الطريق. يبدو أن كل فرد من القطيع يعرف دوره. المساعد الأول قريب من الغزلان المرقطة. يبدو أن كرمادي وبعض الجراء يقتادونها إلى بركة قريبة. حين وصلنا كان القائد والجراء الأخرى قد اتخذوا مواقعهم حول البركة. وها قد نجحوا. كرمادي وبقية القطيع قادوا الغزالة إلى الفخ. سنبقى متخفين هذه المرة، لن أخاطر. لحسن الحظ كانت الكلاب مشغولة لدرجة أنها لم تلاحظنا، وكوفئنا بموقع قريب من الأحداث. اختارت كرمادي غزالا مرقطا عمره سنتان. أصبحت الجراء الآن في عمر يؤهلها للمشاركة في المعركة. أحاطت الجراء بالبركة وأغلقت المخارج. مجموعة من الغزلان البنية سمعت الضجة فأجبرت على الوقوف متفرجة. الظلام يحل بسرعة. وحين اقترب الغزال المرقط من الغزلان البنية بحثا عن الأمن الذي توفره الجماعة، اعتقدوا أنه أحد الكلاب وأجبروه على العودة إلى البركة. وكان ذلك ما أراده قائد قطيع الكلاب. يحاول الغزال المرقط الوصول إلى الشاطئ، لكن المياه العميقة في صالح كلب الدول. خبرة القائد واضحة، فقد روع الغزال المرقط وجعله يبتلع المياه قبل أن يوجه ضربته الأخيرة. وها هو ذا. قد يصدم هذا الكثيرين، لكن هذه هي حقيقة الحياة في الغابة. ليعيش أحدهم يجب أن يموت الآخر. استغرقت الأحداث كلها 20 دقيقة، لكني شعرت بأنها مجرد ثوان. بينما تأكل الجراء بنهم، يبقى القائد بعيدا للحراسة من الحيوانات المفترسة. أردت شكره، لكننا انسحبنا بهدوء وسعادة. بعد 3 أيام وجدنا الجراء تصيح. ثمة مشكلة خطيرة تتطلب معرفة ما حدث بعض الوقت. 2 من الذكور مفقودان. لقد وقع المحتوم. استسلم العازبان أمام إغواء الأنثيين الغريبتين. تظهر الكآبة على الجراء. لم تلعب ولم يغمض لها جفن اليوم. لقد رحل العمان. كرمادي تبدو فاترة ومحتارة، فقد ذهبت جهودها للاحتفاظ بالذكرين العازبين هباء.
لكن هذه هي وسيلة الطبيعة للحفاظ على بقاء هذا النوع وازدياده. حل شهر نوفمبر وهناك خبر سار، كيرمادي حامل. القطيع يتجول في مساحة متسعة ويعلم حدود منطقته الفسيحة، وهذا يجعل تعقبها صعبا علينا. في 15 من ديسمبر وبعد النجاحات التي وصلنا إليها في الأشهر الماضية، كانت الورطة الأخيرة ضربة قاسية. لقد اختفت كيرمادي وقطيعها، لم نرى أحدا منهم ولم نسمع أصواتهم منذ أكثر من شهر. تمتد مساحة منطقتهم حوالي 80 كيلومترا مربعا، وليس لدينا أمل في إيجادهم عند تفتيش هذه المنطقة الفسيحة بأنفسنا. لكن بوما ما زال متفائلا، يعرف أن كلاب الدول متحفظة جدا عند اللجوء إلى أوكارها. لا شك أن كيرمادي أنجبت صغارها الآن، إنها مهمة صعبة لكن علينا متابعة البحث. في قمم المرتفعات صادفنا قوم بوما، وكانوا يشعلون الحرائق الصغيرة في شقوق الصخور حتى يجبر الدخان حيوانات النيس على الخروج من أوكارها. توسل إليهم ليكفوا عن ذلك، وقال لهم إنهم قد يصادفون وكر كلاب الدول ويزعجونها، ليسوا سعداء. لكن بوما مهذب ومقنع، مما جعلهم يوافقون في النهاية. قبل بضعة شهور كان مثل هذا التعاون يبدو مستحيلا. في الواقع فوجئ بوما بهذا أكثر مني. كنا نجد ما يبدو كدليل بين الحين والآخر، لكنه لم يوصلنا إلى شيء. أدركت كم كنا محظوظين حتى الآن. وجدنا آثار أقدام حديثة لنمر. بوما رأى شيئا. بينما كنت أقترب اجتاحني شعور من الرعب. لقد عرفناه فورا، فهو أحد جراء كيرمادي وعمره الآن سنة واحدة. آثار هجوم النمر واضحة. يعتقد بوما أنه قد يكون حارس وكر كيرمادي. لا شك أن الوكر يقع على مقربة. لكن أين قطيع الدل الآن؟ وهل سنراه ثانية؟ تعتقد أن كوكبنا كبير جدا، فلا بد لك أن ترى الصورة الأكبر. هناك الملايين من أشباه الأرض. هذه رحلة إلى أقاصي الكون، نستكشف فيها الأرض، الشمس، النجوم.